من أنبياء الله العظام أيوب، وقد ذكره الله عز وجل مثالا يحتذى في الصبر على البلاء، 18 عاما والله عز وجل قلبه، كان في عافية في دينه في نفسه في بدنه في أمواله، ثم ابتلي فمكث 18 عاما عليه السلام وهو صابر. لكن الصبر لا يعني أن الإنسان لا يدعو ربه ولا يسأل الله كشف الضر، هذا لا يعقل، لأنه لا هدي بعد هدي الأنبياء. قال ربي إني مسني الضر، هذا ماذا؟ هذا حالي، وأنت أرحم الراحمين، هذا بعض حالك، بعض وصفك، بعض صفاتك، بعض أسمائك، وأنت أرحم الراحمين. قال أرحم الراحمين بعدها: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. كل واحد عرضة لأن يبتلى في دينه في بدنه في ماله في ولده، لكن من أظهر لله الصبر أظهر الله عز وجل له الكرامة. وفي خبر عبد الله بن مسعود لما سأل موسى ربه: إنني أجد في التوراة إبراهيم وإسحاق ويعقوب، قال الله عز وجل له: إن إسحاق إن يعقوب كلما زدته بلاء ازداد صبرا، كلما ازددته بلاء ازداد صبرا.